ألا معكم مشاهدينا، ولد المسيح، هللويا. بحب عيدكم جميعا بالخير والصحة والسلام. عندما تنظر بعمق داخل نفسك، هل ترى السلام أم الصراع الداخلي؟ بحياتنا نحن البشر، العثور على السلام الداخلي وتحقيق راحة البال يعد إنجاز كتير مهم وعن جد رئيسي، لا بل هو تحدي. وعلى الرغم من صعوبته، يمكن لأي شخص العمل على إيجاده من أجل حياة متناغمة ومتوازنة للبحث عن روح هادئة. وأكيد ملك السلام يسوع المسيح. ألا معك أبونا هاني شلالة، حضرتك المرسل اللبناني. اليوم حلقتنا رح تكون حول السلام، السلام يلي نحن حاليا منفتقده بلبنان وبالعالم. أكيد رح نحكي عن شو هي فصول السنة المسيحية وشو مرتكزات السلام. بحب أبدأ معك بالمقدمة. فأذن أول شيء بحب هيك عيد المشاهدين بهالسنة الجديدة. أولا، السنة المسيحية محورها هو يسوع المسيح، وبدل فصول السنة الأربعة يلي هن الربيع والصيف والخريف والشتاء، فصول السنة المسيحية رح نحاول اليوم نعملها أربعة. أول فصل هو فصل الحياة يلي يسوع أعطى الحياة للعالم وللكون، وهالحياة بعدها عم تمشي بعروق الكون كله سوا. تاني فصل هو الحقيقة يلي يسوع إجا وأعلن الحقيقة، وأول حقيقة أعلنها أنه هو ابن الله، وأعلن حقيقة الثالوث الأقدس ساعة اللي اعتمد على نهر الأردن. الفصل الثالث هو الخريف يلي لح نحكي فيه عن النور. يسوع بيقول أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام. ومنعرف نحن أنه يسوع هو شمس الكون، وهو يلي ضوى الكون كله سوا. والفصل الرابع هو فصل الحب يلي لح نتأمل فيه بهالحب يلي وصل يسوع إلى الصليب، ومن الصليب للقيامة لحتى يقيم البشرية كلها سوا معه. هلأ مرتكزات السلام، في عدة مرتكزات للسلام. أول مرتكز هو الحقيقة. ساعة اللي الإنسان بيعيش بالحقيقة بيكون فعلا عم يبني السلام، لأنه كل شيء اسمه رياء، كذب، خداع هو منائد للسلام ومنائد للعلاقة الصحيحة بين البشر. المرتكز الثاني للسلام هو العدالة. ساعة اللي بيكون في عدالة بقلب المجتمع، كل إنسان بيوصل لحقه، وكل إنسان بيعيش السلام مع ذاته، مع ربه، مع الأشخاص اللي حوله. بينما إذا كان في ظلم بالمجتمع، هالظلم بده يولد ثورة، بده يولد انفجار. مشان هيك بقدر ما العدالة بتتحقق، بقدر ذلك بنكون نحن ماشيين صوب السلام. بس قدي صعب رغم كل الظروف، رغم كل القصص يلي عم نواجهها، نضلنا نحن عن جد محافظين على سلامنا لنقدر نواجه الظلم بسلام. أكيد هيدي يعني هيدي ثورة يسوع. إجا يسوع على هالأرض لحتى يرجع العدالة، يرجع الفرح، يرجع السلام للناس. وأكيد من مرتكزات السلام كمان الحرية، يعني بمعنى إذا الإنسان حر صفى عايش بسلام مع حاله. بينما إذا كان عايش عبودية، إن كان عبودية للبشر أو عبودية يمكن للسلطة أو للمال أو لأي شيء تاني، الإنسان بيصفي عبد، والعبد ما في عيش بسلام. للسبب يسوع بيقول أنه تعرفون الحق والحق يحرركم، يعني الحقيقة هي اللي بتحرر الإنسان، والحقيقة هي يسوع. المرتكز الرابع للسلام هي المحبة، وهون يسوع بنى مملكته كلها على المحبة يلي هي عم بتقود العالم صوب الوحدة. يعني ما في وحدة بقلب العالم من دون المحبة. المرتكز الخامس للسلام هو الحوار، يعني بمعنى كل إنسان يمكن عنده إيمان، عنده دين، عنده رأي، عنده يمكن توجه، ولكن بالنهاية ساعة اللي بيكون فيها الحوار الصادق، ساعتها الحوار بيوصل لنوع من التوافق ومن التوازن يلي بيخلي العالم كمان أنه يرتاح ويعيش هالسلام الحقيقي من خلال احترام الآخر واحترام رأي الآخر وانتماء الآخر. كمان إذا نحن منطلع شو هي مرتكزات السلام، منا تحقيق حقوق الإنسان. ساعة الإنسان بيوصل لحقوقه، بيوصل ليعيش كرامته، بقدر ذلك بيكون عم بيعيش السلام.
وهون حقوق الإنسان الأساسية هي حقه بالحياة، هي حقه بالعلم، هي حقه بالطبابة، هي حقه بالمدرسة، بكل هالأشياء الأساسية، حقه بالعمل بالبيت. هالحقوق الأساسية ساعت الإنسان بيحصل عليها صفة هو يعيش بسلام، والمجتمع يلي عايش فيه كمان بيصفي مجتمع سلام. بقى مشان هيك انه هالمرتكزات بحد ذاتها هي اللي بتوصلنا ندفي انه نحقق السلام اذا فعلا هالعدالة تحققت بين البشر. طيب اذا ما ندخل اكتر ونشوف يسوع كيف هو حقق السلام، كيف بلش السلام معه، شو عمل؟ فاذا اول شغله نحن بنقشع انه ساعة اللي دخلت الخطية مع ادم وحواء العالم تخربط العالم كله سوا وفقد توازنه. لسبب رجع يسوع ليرجع التوازن على هالأرض. مشان هيك أول شغلة يسوع حققها هي التواضع. ساعة اللي تواضع بيقلنا مار بولس أنه تواضع وتجرد، لم يعد مساواته لله غنيمة، وإنما تجرد وأخذ صورة العبد وأطاع حتى الموت، موت الصليب. يعني بمعنى محل ما الإنسان تمرد على الله، يسوع إجا لحتى يعلمنا أنه نحن نطيع ربنا. محل ما الإنسان تكبر، إجا يسوع يقلنا أنه طريق السلام هي التواضع. فإذا من هون يسوع ساعة اللي نزل على هالأرض نزل لحتى يرجع يزرع الغفران، لأنه طريق السلام كمان هي الغفران. بدون المغفرة وبدون الاعتذار وبدون المسامحة أكيد ما في سلام. بقى كمان يسوع إجا لحتى يحقق هالسلام، وقمة تحقيق السلام كانت على الصليب. نعم. بيقلنا مار بولس أنه حقق السلام بدمه، دمه يلي سفكه على الصليب ساعة اللي مات وهو البار في سبيل البشرية، في سبيل كل الناس الخاطئين. يسوع كان عم بيحقق السلام بدمه، ورجع كل شعوب الأرض لحتى تتوحد بهالإيمان وتتوحد بهالمحبة وتتوحد بطريق السلام. لهالسبب دم يسوع يلي من وراء صار فيه شهداء كثيرين أعطوا دم في سبيل السلام بالعالم، صار فيه مسكونية الدم. يعني الدم يلي صفك بكل أنحاء الأرض لحتى يزرع السلام، هالسلام يسوع بلش ولكن عم يكتمل بدم الشهداء، بدم الأشخاص الصادقين مع حالهم، الصادقين مع ربنا، يلي عم يشهدوا للحقيقة وعم بيقودوا العالم هني بتضحياتهم صوب السلام. نعم كتير حلو هالحكي. كيف منحقق نحن المسيحيين اليوم السلام؟ إذا نحن منطلع اليوم أنه ممكن كلمة تسبب حرب بالعالم، وممكن كلمة كمان تطفي الحرب. يعني مثل ما منقول في كلمة بتحنن وكلمة بتجنن. ايه بقى مشان هيك أنه كلمة الإنسان ساعة الإنسان بيكون قلبه صافي، كلامه بيكون عم بيقود للسلام. بينما إذا كان الإنسان عم بيعيش بصراع داخلي، بصراع مع ذاته ومع غيره ومع ربه، أكيد هالصراع كمان بده ينتقل لبرا. فإذا هون كمان منقشع نحن هالصورة يلي أعطانا إياها يسوع ساعة اللي كان مع تلاميذه بقلب السفينة بقلب البحر، وهاج البحر وطلعت العواصف والتلاميذ خافوا وصاروا يحاولوا إنه يخلصوا حالهم. بالنهاية شافوا يسوع نايم، بقى راحوا وعوه قالوا يا رب ألا تبالي إننا نهلك؟ وقف يسوع وأمر الريح وأمر الأمواج وهدي البحر ورجع السلام. فإذا من هون تحقيق السلام بده يكون بالإيمان، يعني إيماننا بربنا هو اللي بده يخلينا كمان إنه نمشي صوب هالسلام. وخصوصا نحن اليوم عم نمرق بهالأزمنة الصعبة، ويمكن قليل الأشخاص يلي فعلا هيكي عم بيصلوا بإيمان وعم بيصوموا لحتى فعلا مشيئة ربنا تكتمل وسلام ربنا يحل على هالأرض. فإذا من هون ساعة اللي احنا بدنا نعيش السلام، بدنا نآمن انه يسوع حاضر. هو يلي قال لهم لتلاميذه بوسط العواصف انا هو لا تخافوا. يعني ساعة اللي ربنا حاضر ما في اي شيء بيخلي الانسان يخاف. ولهالسبب مثل ما قلنا انه ساعة اللي يسوع بيكون حاضر بتحضر المحبة، وبيختفي كل شيء اسمه حسد، غضب، حقد، كل هالمشاعر السلبية بتختفي حتى تبين المحبة. وساعة اللي يسوع بيكون حاضر كمان بتحضر الحقيقة، وساعة الحقيقة بتحضر ما بيعود في شيء اسمه باطل ولا شيء اسمه يمكن كذب على الناس، بيصفي انه الانسان عايش السلام. وساعة اللي يسوع بيحضر كمان بتحضر العدالة، عدالة بين البشر، ما بيعود فيه لا غني ولا فقير، لا صغير ولا كبير، لا أسود ولا أبيض، لا عبد ولا حر، بيصفي فيها المساواة بين كل البشر. وكمان ساعة اللي بيحضر يسوع بتحضر الرحمة،
مثل ما شفنا يسوع بكل أعماله كان عم يزرع الرحمة بقلوب البشر خصوصا تجاه الخاطئين. ومحل ما بيحضر يسوع بتحضر الحرية. وهون مثل ما بيقلنا مار بولس حيث يكون روح الرب تكون الحرية، بمعنى أنه حضور الله هو اللي بيزرع الحرية الحقيقية، هو اللي بيخلي الإنسان يرجع يعيش البنوة لله. فإذن لما يسوع قرر يأله الإنسان ويخلينا نحن نمشي، يعني نحن نوصل للألوهية مثل ما هو تجسد وصار إنسان، في موضوع عطول بيطرح نفسه بنسأل عنه، طيب مين شارك باستقبال يسوع؟ كيف يسوع استقبل؟ إذا نحن هيك منطلع بحدث التجسد منقشع أنه كان في استقبال كوني ليسوع، يعني الكون كله شارك باستقباله. يعني أولا منقشع الملائكة اجت لحتى ترنم المجد لله في العلا وعلى الارض السلام، يعني السماء اعطت الملائكه والكواكب اعطت النجم، النجم يلي قاد المجوس صوب المغاره هو كمان اجى لحتى يستقبل يسوع ويقود الناس صوب يسوع. بنرجع بنقشع انه يلي استقبل يسوع هني يوسف ومريم، يعني يلي بيمثلوا البشرية جديدة، الناس جديد يلي قلبه مفتوح على نعمة ربنا وعلى نور السماء، بيمثلوا كل الأشخاص يلي فعلا هني عندهم نقاوة القلب وعندهم الأمانة لربنا. وبنقشع كمان يلي إجا هني الرعاة، والرعاة بيمثلوا كل المسؤولين بالعالم يلي عندهم الأمانة للرب والأمانة للشعب، يعني اللي سهرانين على شعبهم، اللي عم يعرفوا يهتموا بشعبهم، مثل ما بيقلنا الإنجيل إنه كانوا سهرانين على قطعانهم على الخراف تبعهم. هودي بيمثلوا كل الأشخاص اللي عايشين بضمير حي. وبعدين بنشوف انه الخراف يلي بتمثل الناس البسطة يلي عايشة ايمانها يلي فعلا منتظرة ربنا، هودي بيمثلون الخراف. ويسوع دايما بيحكي عن الخراف وبيقول انا الراعي الصالح وخرافي تعرفني وانا اعرف خرافي، يعني بمعنى انه هالمعرفة بين يسوع وبين هالناس البسطة، هالناس اللي عندهم الايمان الحي، هالشي هذا يعني بيمثلون هالخراف اللي اجوا كمان صوب المغارة. كمان منقشع انه يلي كان موجود بقلب المغاره كان في الحمار والتور. وهون اذا نحن منقشع هيك منرجع للتاريخ شوي منشوف انه بعده حضارات كان البقره او التور او العجل عم يتاله وعم يعملون الهه ويحطوهم بالمعابد ويعبدون. كمان الحمار بعده حضارات كمان كان عم يؤله، بقى مشان هيك اجى التور والحمار تيركع قدام ربنا ويقولوا له انه نحن مثلنا مثل كل هالخليقه جايين نركع قدامك لانه انت الاله مش نحن. كمان اذا نطلع هيك وبنشوف المجوس يلي بيمثلوا الملوك والعلماء يلي اجوا يركعوا قدام ربنا لانه العلم الصحيح مفروض يوصل للرب مش مفروض يبعد عنه. وهون منقشع انه الهدايا اللي جابوا ذهب ومر ولبان، ذهب يلي هو هديه الملوك انه يسوع هو الملك، والمر يلي هو الطيب يلي بيطيبوا فيه الاجساد يلي هو رمز لموت المسيح وقيامته، وكمان اللبان يلي هو البخور يلي يقدم للآلهة. يعني يسوع هو الملك وهو الاله وهو الذي سيموت ويقوم من بين الاموات، يعني هالهدايا كلها رمزيه لحتى كل هالكون هيك يستقبل ربنا بهالاستقبال الحلو. فإذا كل الرموز والأشخاص اللي نحن بنستعملهم لنعمل مغارة العيد هن هول اللي استقبلوا يسوع، هول كانوا أساس استقبال يسوع، مش هيك نحن بنستعملهم على طول؟ أكيد. أوكي، كيف منعيش سلام يسوع المتجسد؟ فإذا يسوع إجى على هالأرض كطفل وهو قال إن لم تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماء، بمعنى أنه عيش التجسد يعني عيش الطفولة الروحية هو اللي بيخلي الإنسان يرجع يسترجع حالة السلام الأولى، حالة البرارة الأولى. وهون كمان يسوع بيقلنا ادخلوا من الباب الضيق، يعني بقدر ما الإنسان هيك بيتصاغر بقدر صار فيه يدخل على السماء، وبقدر ما الإنسان بيكبر حاله وما بيعود قادر يفوت. لهالسبب يسوع بيقول انه اهين انه جمل يفوت بخرم الابره من انه غني يفوت على ملكوت السماء، يعني بقدر ما الانسان بيكبر حاله او بيعيش هالنوع من الكبرية او الامتلاء من الذات ما بيعود قادر يفوت على ملكوت السماء. فاذا بقدر ما الانسان بيتصاغر وبيسترجع طفولته الروحيه هالشي بيخليه اهل انه يفوت على ملكوت السماء.
وبعدين منشوف يسوع أنه هو قال أنا الحياة، أنا القيامة والحياة، ومننشع أنه يسوع بالأناجيل أقام ثلاث أشخاص من الموت. أول شخص هي بنت يائيروس يلي كان عمرها 12 سنة، الشخص الثاني هو شاب ابن الأرملي، والشخص الثالث هو إليعازر، وهودي إلهم رمزية كمان. البنت 12 سنة هي بتمثل الخطية المخفية اللي بعدها ما انكشفت، خطية الإنسان، وربنا قادر يقيم الإنسان من موت الخطية من جديد تيعطيه حياة جديدة. والقيامة الثانية ابن الأرملي اللي كان صار بالطريق ويسوع التقى فيهم هني واخدينه على المدفن، هي الخطية العلنية اللي صارت معروفة، وكمان هون يسوع قادر يقيم الإنسان من خطيته حتى لو كانت مكشوفة. والحالة الثالثة حالة إليعازر يلي باقي أربعة أيام بالقبر، هي حالة الإنسان الغرقان بالفساد وبالخطايا ومش قادر يطلع منهم، كمان هون بقدر ما هالإنسان بيتوب صوب ربنا، ربنا قادر يشيله كمان من هالموت، موت الفساد. وهذا الشيء يلي نحن نقشعه اليوم، أنه كل الناس عندهم مجال أنه يتوبوا شو ما كانت حالتهم، بقدر ما الإنسان بيقرر أنه أنا بدي أرجع لعند ربنا وأرجع أسترجع الحياة يلي ربنا أعطاني إياها بتجسده وبموته وبقيامته من أجلي، بقدر ذلك أنا برجع بولد من جديد وبرجع بسترجع حياة الله لحتى أعيشها من جديد بهالعالم وبالعالم الجاي. نعم، قديه الحلقة رح تكون غنية، قديه رح نتعلم كيف عن جد نقدر نحقق السلام وكيف نعيش هيدا السلام، وقديه هو بده مجهود وجهاد بنفس الوقت عن جد نقدر نوصل له. نتوقف حاليا مع بريك ومنرجع. رجعنا معكم مشاهدينا بحلقة إله السلام. الفكرة الأولى بيرهانية، أنا هو إله الحياة. شو علاقة الخلق بالتجسد؟ وليه يسوع تجسد؟ من البداية فإذا ربنا هو يلي أعطى الحياة للخلق، يلي أعطى الحياة لكل هالكون مش بس للإنسان، لكل المخلوقات الموجودة. ولكن وعد الإنسان من بعد سقطة الخطية، وعدوا بمخلص، وعدوا بحياة جديدة. لسبب تجسد يسوع هو تجسد الحياة، يعني تجسد الله من جديد بحياة جديدة لحتى يعطي حياة للإنسان. من هون في ارتباط جذري ما بين الخلق الأول يلي هو خلق آدم وحواء، والخلق الثاني يلي تم مع ولادة يسوع ودخوله بحياة العالم. مشان هيك منقشع أنه في عدة أسباب خلت يسوع أنه ينزل على هالأرض. أول سبب، ربنا من بعد الخطية الأساسية بيقول للحي أجعل عداوة بينك وبين المرأة، بين نسلك ونسلها، هي تسحق رأسك وأنت ترصدين عقبها. فإذا هون هالعداوة اللي جعلها ربنا بين الحي وبين المرأة بتقلنا أنه المخلص بده يجي من المرأة، من نسل المرأة وليس من نسل الرجل. بمعنى أنه الله من البداية كان عم بيقول أنه هو ذاته بده يتجسد من نسل المرأة بدون وجود آدم، بدون وجود الرجل، لحتى يرجع يسحق رأس الحي الشيطان ويرجع يعطي الحياة من جديد للإنسان. فإذا من البداية مشروع ربنا هو مشروع خلاص للإنسان ومشروع حياة للإنسان. فإذا هذا كان السبب الأول، هو تحقيق وعد الله يلي بلش بآدم ورجع جدد مع إبراهيم ومع الآباء ومع الأنبياء كلهم، كان وعد ربنا ومع الملوك أنه في مخلص بده يجي وهو المسيح. هلأ ما كانوا عارفين أنه المسيح لح يكون الله بالذات، لح ينزل على هالأرض. السبب الثاني للتجسد لمجيء يسوع هو الكشف عن وجه الله الحقيقي. نعرف نحن قديش في ديانات وقديش في بدع وقديش في عبادات أصنام وغيرها، ربنا نزل على هالأرض تيكشف عن وجهه الحقيقي. وجه الله الحقيقي هو وجه يسوع. فإذا من هون منقشع أنه يسوع بيقول لا أحد يعرف الآب إلا الإبن ولا الإبن إلا الآب، ومن أراد الإبن أن يبينه له. بمعنى أنه معرفة الله ما حدا فيه يوصل لها إلا من خلال يسوع، ما في أي حدا تاني قادر يوصل معرفة ربنا. السبب الثالث
لتجسد يسوع ونزوله على الأرض كشف حقيقة الشيطان يلي بيقول عنه أنه منذ البدء كان كذابا وأبو الكذب وكان قتالا للناس. يعني بمعنى صفتين أعطاهن يسوع للشيطان هي الكذب والرياء وخداع الإنسان وقيادته صوب الضلال والباطل، والصفة الثانية هي القتل. ومنعرف نحن قديش في حروب سبب الشيطان وسبب الشر بالعالم. فإذا إجا يسوع ليكشف عن وجه الشيطان ولحتى يقله للإنسان أنه ما بقى في لزوم أنت تنخدع، صار في قدامك نور يضوي لك الطريق تتعرف تنتصر بقوة النعمة. والسبب الرابع لتجسد يسوع هو إسقاط الأقنعة عن وجوه المرائين. يسوع منشوف قديش بالإنجيل هاجم الفريسيين ورؤساء الكهنة يلي سماهم بالفريسيين، سماهم بالمرائين لأنه كان عندهم ازدواجية، الوجه الظاهر للناس والوجه الباطن. فمشان هيك إجا يسوع لحتى يكشف حقيقة الناس ويرجع يرجع النقاوي لقلب الإنسان قبل ما الإنسان يبين ظاهريا. السبب الخامس هو إعلان ثورة تحرير الإنسان. ومنعرف أنه يسوع قاد ثورة وهي أعظم ثورة بالتاريخ يلي هي ثورة المحبة وثورة الحقيقة. يعني يسوع ثورته كانت ثورة لا عنفية، ما استعمل العنف، ولكن كان عم يشهد للحقيقة بمحبة وكان عم يرحم الناس من خلال كشف هالحقيقة لإلهم. السبب السادس إجا يسوع على هالأرض لحتى يدعو الناس للتوبة، وأول كلام بلش فيه قال له لقد اقترب ملكوت السماوات توبوا وآمنوا بالإنجيل. يعني توبة وإيمان هيدي دعوة يسوع للإنسان تيرجع لربنا وتيرجع يعيش الحياة الحقيقية مع الرب. والسبب السابع هو لحتى يكون في قدام البشر في مثال، ويسوع هو هالمثال الحي يلي مشي بحياته بكلامه كان فيها النوع من الانسجام المطلق بين كلامه وبين حياته، وكل التعاليم اللي علمها هو عاشها قدام الناس لحتى يقود الناس لإلها. والسبب الأخير للتجسد هو لحتى يأله الإنسان، يعني الله صار إنسان لحتى الإنسان يصير إله، وهيدي هي جوهر نزول يسوع لحتى يرجع الألوهة للإنسان يلي فقدها بالخطية وبالمعصية ويرجع يرجع له إياها من خلال التوبة والتواضع والعودة لربنا والمحبة، حتى الإنسان يرجع يولد من جديد ويرجع يلاقي ذاته الحقيقية من جديد. نعم. طيب يسوع منشوفه أنه هو عمل سر المعمودية، يعني هو بنفسه اعتمد. شو الفرق بين معمودية يسوع ومعمودية يوحنا؟ المعمودية أساساً موجودة، يعني المعمودية هي فعل تطهير وتنقي، وهالشي رتبة التطهير موجودة بأكثرية الديانات يلي بتستعمل هالنوع من التطهير والتنقي لحتى تعبر عن تطهير داخلي وخارجي بنفس الوقت، إنه الإنسان عم يتنقى ويتطهر لحتى يدخل بمسيرة التوبة وبمسيرة الإيمان. هون منشع أنه معمودية يوحنا كانت معمودية بالماء، يعني كان عم يدعو الناس للتوبة والناس عم تتعمد بنهر الأردن لحتى تقول أنه نحن تركنا حياتنا القديمة حياة الخطية حتى نمشي بحياة جديدة هي حياة النعمة، نقطة تحول يعني إذا بدنا نسميها. بينما معمودية يسوع هي معمودية بتدخل بعمق أعماق الإنسان، يعني بتعمد الإنسان مثل ما بيقول يوحنا أنه أنا أعمدكم بالماء ويأتي بعدي من هو أقوى مني ومن لست أهلا لأن أحل سير حذائه، وهو يعمدكم بالروح القدس والنار. فإذا هالمعمودية الروح القدس هي معمودية العنصر اللي شفناها يلي حرقت كل خوف بقلب الرسل وحرقت كل خطية وكل شر، وصار ربنا هو يلي عم بيولعهم بنار الحب الإلهي يلي قادن أنه يروحوا يبشروا بملكوت ربنا بكل أنحاء العالم بدون تردد وبدون خوف. فإذن هيدي معمودية يسوع يلي عمد فيها العالم من جديد ورجع زرع روح الله بقلب كل إنسان حتى كل إنسان يعرف يلاقي طريق السلام، طريق السماء، طريق صوب الرب. يعني هذه اللي منسميها الولادة بالروح؟ أكيد هيدي الولادة بالروح يلي يسوع بيحكي عنها مع نيقوديموس، ساعت اللي بيقله لنيقوديموس إنه الإنسان ما في يدخل ملكوت السماء إلا إذا ولد من جديد، إلا إذا ولد ثانية، إلا إذا ولد من الروح.
ولادة الروح بيحكي عنا يسوع، بيقول مثل الريح، ساعة الإنسان بيولد من الروح القدس بيصفي مثل الريح، ما بيعود حدا يعرف لا من وين جاي ولا لوين رايح. وهيدي حالة الإنسان يلي الروح القدس بيسكن فيه، بيصفي إنسان جديد، إنسان متحول متغير، يعني عم يتجدد يوم بعد يوم بهالروح الإلهي المزروع فيه لحتى يقود الناس ويقود العالم صوب الحقيقة، صوب يسوع المسيح. فإذن هيدي الولادة بالروح هي اللي بتخلينا هيك نفهم إنه قديش ربنا حاضر بحياتنا، وقديش هو عم بيرافقنا بكل خطوة عم نمشي فيها لحتى هو يخلينا نولد من جديد ونرجع نحيا من جديد هالحياة الحقيقية. طب نحن كبشر، بشر أرضيين، كيف فينا، شو الخطوات اللي لازم نتبعها لعن جد نعيش الولادة بالروح؟ هلا أكيد المسيرة اللي نحن بدنا نمشيها هي مسيرة يسوع. يسوع مشي قدامنا على الطريق، لو وهو علمنا كيف نحن مطلوب منا. أول شيء أنه نحن ننزع عنا الإنسان القديم، إنسان الخطية، إنسان الشر، إنسان المعصية، حتى نلبس إنسان النعمة، الإنسان الجديد. وهالإنسان الجديد هو الإنسان يلي الروح القدس بكونه فينا، ويلي بيخلينا فعلا أنه نحن نرجع هيك نلاقي حالنا ونعرف أنه نتبنى مشروع ربنا. وساعة الإنسان هيك بيولد من ربنا من جديد بيصفي إنسان حر، إنسان عم يعرف هيك كيف بده يمشي بالاتجاه الصحيح وكيف بده يوصل لملكوت السماء. نعم، منصفي نحن ناس بشر جديد، بشر متحررين، منقدر نحن كيف بدنا نمشي. دونك نحن منكون مخيرين مش مسيرين، وهذا هو أساس مسيحيتنا، نحن ناس مخيرين. أكيد ربنا أعطانا الحرية، والحرية الإنسانية هي حرية مقدسة، وربنا هو احترم حريتنا. لهالسبب كان فيه خلصنا بألف طريقة، ولكن أراد أنه نحن نوصل للسماء من خلال قرارنا الحر، من خلال خيارنا الحر، من خلال هيك مسيرتنا مع ربنا، حتى فعلا هيك نحط حالنا بهالدائرة، دائرة الحرية، حرية أبناء الله. نعم، فإذا بالفكرة الثالثة رح ننتقل أنا نور العالم. نتوقف للحظات ومنرجع. مع هالحلقة يلي مليانة بالمعلومات رح ننتقل للفكرة الثالثة، أنا نور العالم، الهيكل. شو علاقة يسوع تحديداً بالهيكل؟ علاقة يسوع هي علاقة يعني كيانية بالهيكل إذا فينا نقول. هلأ الهيكل، كلمة هيكل هي كلمة سومرية معناتها البيت الكبير أو بيت الإله، يعني البيت يلي الله بيسكن فيه. لسبب منقشع أنه شعب إسرائيل كان عنده هيكل واحد، بينما أماكن العبادة الأخرى كانت تسمى معابد أو مجامع أو كنيسة، بينما ما في إلا هيكل واحد هو هيكل أورشليم يلي هو المحور يلي كل الشعب اليهودي بيتوجه صوبه. فإذن من هون منقشع أنه هالهيكل بني على أيام داود وسليمان الملك، يعني داود فكر يبني الهيكل، ولكن سليمان هو يلي بنى الهيكل حوالي سنة 950 قبل المسيح. فإذن هالهيكل إذا نحن منقشع أنه قديش كان حاضر بحياة يسوع، قديش يسوع احترم الهيكل، ومنقشع نحن أول حدث صار هو تقدمة يسوع للهيكل على يد سمعان الشيخ، ساعة اللي صار عمره 40 يوم قدم إلى الهيكل. وبعدين منقشع كمان أنه يسوع وجد بين العلماء بالهيكل بعمر 12 سنة، كان عم بيشارعهم وعم يحكي معهم وعم يتحادث معهم وعم بيجادلهم. كمان منقشع بحياة يسوع أنه كل سنة كان يوسف ومريم يطلعوا على عيد الفصح، يطلعوا على الهيكل. ومنقشع كمان أنه يسوع بتعليمه كان يعلم كتير بقلب الهيكل، وكان يحاور كتير، وكان يجادل الفريسيين ورؤساء اليهود بقلب الهيكل. فإذن الهيكل كان نقطة مركزية ببشارة يسوع. فإذن ومنقشع بالأعياد كلها عم يطلع على الهيكل، إن كان عيد الفصح أو عيد المظال أو عيد تجديد الهيكل أو عيد العنصرة، يسوع كان دايما حاضر بهالأعياد الكبيرة. فإذن من هون أنه الهيكل
له دور كتير مهم، ويسوع كان يحترم الهيكل كتير وكان يسميه بيت بي، بيت الآب السماوي. يعني الهيكل المفروض يكون هو بيت الله بالذات، ولسبب يسوع احترمه. مشان هيك كان يضل كل الوقت موجود فيه، بس رغم هيك منشوف أنه يسوع طرد البياعين يلي بالهيكل طردهم، كما وأنه تنبأ بتدميره للهيكل. نعم أكيد. كيف فينا نفسر هذا الموضوع؟ أكيد، لأنه هيكل الله مفروض يكون هيكل مقدس. نعم. ولكن ساعة اللي الرؤساء والفريسيين حولوه إلى مركز تجاري، ويسوع سماه تحول إلى مغارة لصوص، واللصوص وين بيلجأوا؟ لمغارة. نعم. بقى هالهيكل اللي كان مفروض يشع بنور الله صار عم بيشع بظلمة الفساد. No. وهذا هون كمان رمز، الهيكل صفى رمز للإنسان. لسبب يسوع بيقول لهم أنقذوا هذا الهيكل وأنا أقيمه في 3 أيام. هن تعجبوا أنه سألوه أنه هالهيكل صار له 46 سنة عم ينبنى وأنت بدك بدنا نهدمه لحتى أنت تبنيه ب3 أيام. وهون يسوع كان عم يعني عن هيكل جسده، يعني دور الهيكل كحجر انتهى، صار دور هيكل يسوع كإله كإنسان صار هو الأولوية. فإذا من هون منشوف أنه نحن يسوع قلب الأمور، نقلها من محل لمحل تاني، يعني نقلها من هيكل حجارة إلى هيكل الإنسان، صفى الإنسان هو الهيكل المقدس يلي الله بده يسكن فيه. وهون كمان منقشع أنه نبوءة يسوع تحققت على الجهتين، أنه الهيكل يلي قال لهم ساعة اللي تلاميذه فرجوه عظمة بناء، وقال لهم الحق أقول لكم لن يبقى هنا حجر على حجر إلا وينقض. وهالنبوءة تحققت 70 ساعة اللي تيتوس هدم الهيكل، القائد الروماني هدم الهيكل وما بقي فيه حجر على حجر. والنبوءة الثانية أنه أنقذوا هذا الهيكل وأنا أقيمه في 3 أيام، كمان يسوع حققها ساعة اليهود صلبوه ومات على الصليب ودفن، كمان قام باليوم الثالث وحقق هالنبوءة. فإذا هون انتهى دور الهيكل القديم هيكل الحجر، وإجا دور الهيكل الجديد يلي هو يسوع الحي القائم من بين الأموات. نعم. طب من هو الإله يلي يسوع تحديدا هو كان عم يبشر فيه؟ يعني هو كان على طول عم يبشرنا بإله، يحكي عن إله على طول يفرجينا إله معين، مين هو هذا الإله؟ فإذا أول شيء يسوع أعلن عن الإله إنه هو بي. نعم. الآب السماوي، يعني يسوع كان دائما عم بينادي بالبي السماوي، يعني الله يلي خلق الكون هو بي الكون كله، هو بي البشرية كلها. فإذا من هون منشوف الإله يلي بشر فيه يسوع هو إله حر، يعني إله. نعم. مثل الريح، لا فينا نحصره بصنم، لا فينا نحصره بشريعة، لا فينا نحصره بصورة، ما فينا نحصره بعقيدة. هو إله بيتخطى كل هالمنطق البشري المحدود يلي عم بيحاول يحصر ربنا. نعم. فإذا من هون يسوع عم بيقول أنه مهما كانت فكرتك سامي عن الله أنت ما فيك تحد الله، الله هو ما بينحد. ولسبب أنه يسوع هو الوحيد يلي كشف عن صورة الله الحقيقية. فإذا صورة الله يلي كشف عنا يسوع هي صورة إله الحب. وهون بيقول يوحنا برسالته الأولى الله محبة، من أقام في المحبة أقام في الله وأقام الله فيه. فإذا من هون نشوف أنه إله يسوع هو إله سائر، إله ثورة على الفساد، على الظلم، على الرياء، على تشويه الحقائق. وهون يسوع إجا لحتى يرجع لله صورته الحقيقية. ونقشع نحن هون أنه كل الملحدين يلي بيكفروا هني عم يكفروا بصورة الله المشوهة يلي الإنسان عم بيوصلها لألهم، مش عم بيصوروا على صورة الله الحقيقية. ساعة اللي الإنسان بيواجه صورة الله الحقيقية ما في إلا ما يعبد الله، وما في إلا ما يمشي بهالطريق، طريق المحبة وطريق السلام. حتى الملحدين لما يجوا يقولوا أنه نحن ما بنآمن بوجود الله، ما هني لما يلفظوا هيدي الكلمة نحن ما بنآمن بوجود الله، يعني هن عم يلغوا إيمانهم بوجود الله، يعني هن بيأمنوا أصلاً وما بدهم يأمنوا بهذا الوجود. هلأ من ميلة تانية، إيه إنه هالرافض هو لصورة معينة عن الله، مش الله الحقيقي. هن عم يرفضوا الصورة المشوهة عن الله. ولسبب منشوف نحنا إنه يسوع إجا لحتى يرجع يعطي هالصورة بهاءة ومجدة
بشكل انه الله هو اله الخير، اله الصلاح، اله الرحمه، اله الحب، مش هو لا اله الحرب ولا اله الموت ولا اله الدمار ولا اله الزلازل ولا اله الخراب. فاذا هيدي الصوره الحقيقيه لالله يلي اجى يسوع يعطيها بكل بهائه، وما حدا اعطى صوره لالله الا يسوع. الصوره الحقيقيه هي وجه يسوع وتعليم يسوع. نعم، اذا بنرجع بالتاريخ لورا بنلاقي انه يسوع هو اول سائر. كيف كانت ثورة يسوع؟ فإذن إذا منرجع هيك نحن منراجع الأحداث منشوف أنه مجتمع يسوع كان مجتمع تشرب الخطية والفساد والعبودية والعنف، وهون يسوع إجا لحتى يعمل هالثورة اللاعنفية، هالثورة المقدسة يلي هي ثورة الحقيقة، ثورة العدالة، ثورة الرحمة، ثورة المحبة. وهون منقشع نحن أنه هالعنف المقدس هو عنف المحبة. يسوع ما اجا حمل سيف، ولكن حمل الكلمة، كلمة الحقيقة يلي بتحرر الإنسان، وحملها بمحبة. ولهالسبب هون يعني السيف يلي حمله يسوع هو سيف ذو حدين، الحد الأول هو الحقيقة، بشر بالحقيقة، والحد الثاني هو المحبة. وهيدي ثورته يلي انتشرت بكل أنحاء العالم بدون ما ينسكب نقطة دم من إنسان بريء. بالعكس يلي كانوا عم بيبشروا بيسوع كانوا هني عم بيضحوا بحياتهم في سبيل هالحقيقة مثل ما عمل يسوع، يعني مشوا على نفس الطريق. ولهالسبب منقشع نحن أنه المسيحية انتصرت على أعظم إمبراطورية وجدت بالكون يلي هي الإمبراطورية الرومانية، وحولتها إلى إمبراطورية مسيحية، لا بقوة السيف ولا بقوة السلطة ولا بقوة المال، ولكن بقوة الحقيقة، بقوة المحبة يلي غيرت كل المفاهيم ورجعت مشيت البشرية بطريق جديد يلي هي طريق الحقيقة وطريق السلام. فإذا من هون نشوف أنه يسوع هو إله الحرية، هو اللي حرر الظالم والمظلوم. يعني شريعة يسوع هي اللي حررت الإنسان شو ما كانت حالته. لهالسبب يسوع ألغى كل الحواجز بين الناس، بين العبد والحر، بين الرجل والمرأة، بين الكبير والصغير، بين الغني والفقير. ما بقى في حدود، صار كل الناس إني أخوي لبي واحد هو الآب السماوي. أبونا، إذا بدنا نحكي عن ثورة يسوع، كيف نحن فينا كمسيحيين نشعل هيدا الثورة اليوم؟ مثل ما قلنا أنه يسوع بلش ثورة، وهالثورة بعدها مستمرة عبر التاريخ وحتى اليوم. ومنعرف نحن أنه كل الرسل وكل الشهداء وكل القديسين كانوا هني سوار حقيقيين. يعني ثورة يسوع على الظلم، على الفساد، على القهر، على الحرمان، على العبودية بعدها لليوم مستمرة، والكنيسة حاملة هالمشعل، مشعل حرية الإنسان وكرامة الإنسان. ومنقشعر نحن أنه قبل يسوع كان في آخر شهيد بالأنبياء يلي هو يوحنا المعمدان، يلي استشهد في سبيل الحقيقة يلي كان عم بينادي فيها ويصرخ فيها. وأول شهيد يلي هو إسطفانوس أول الشهداء كمان استشهد في سبيل إيمانه بيسوع وأعلانه لهالإيمان. فإذا من هون إذا منقشع نحن هالشخصين كانوا بحالة ثورة على كل الفساد الموجود، على كل الظلم الموجود، على كل الرياء والخداع الموجود. وهيدي الثورة مفروض أنه نحن نستمر فيها اليوم. وأول شيء بهالثورة هو أنه الشهادة للحقيقة، أنه الإنسان يشهد للحقيقة ويعرف يوقف بوجه الفاسدين، بوجه الظالمين، ويعرف أنه يبلش هالثورة بحاله بذاته. يسوع قال وأقدس نفسي ليكونهم أيضا مقدسين بالحق. يعني أول ثورة الإنسان بده يعملها على ذاته، على يمكن نقائصه، على ضعفه، على خطاياه. بده يحرر ذاته من كل هالشر وهالموت الموجود فيه، حتى يقدر يمشي هو بثورة حقيقية ويقود الناس صوب الثورة الحقيقية. وهذا الشيء اللي يسوع عمله أول شيء كانت الثورة بكلامه يلي بتعاليمه كلها، يلي هي تعاليم عن تنفض كل الأشياء القديمة البالية لحتى يزرع شيء جديد يلي هو المحبة بين الناس، يلي هو العدالة، يلي هو الفرح والسلام. بقى هيدي هالانتفاضة هي المطلوبة اليوم. ومثل ما يسوع طرد الباعة من الهيكل، اليوم مطلوب يكون في ثورة أنه تطرد كل هالأشخاص يلي عم بيتاجروا بالناس، يلي عم بيتاجروا باسم ربنا، يلي عم بيتاجروا بالحقيقة، حتى فعلا
يعني هالعالم يرجع عالم جديد، يتكون من جديد وينبنى على هالأسس الجديدة يلي يسوع حملها، يلي مثل ما ذكرناها هي العدالة، المحبة، الرحمة، الفرح، السلام، لحتى فعلا عالم ربنا يحل على هالأرض وملكوت السماء يحل على هالأرض. فإذا فينا نقول في ثورة سلمية وثورة غير سلمية؟ نعم أكيد. ثورة يسوع هي ثورة لا عنفية، ما فيها عنف، العنف هو عنف الحقيقة. يسوع ساعة اللي أعلن الحقيقة كان عم يهدم كل القلاع يلي بنوها كل المرائين والكذابين والقتلة واللصوص، كل هالأشياء يلي بنوها بعقل الناس وبفكر الناس، يسوع هدمها كلها سوا وقال لهم للناس أنه أنتم مدعوين تعيشوا الحرية الحقيقية وتمشوا على طريق الحرية، وما في شيء مفروض يوقف بوجهكم لأنه النور ضوى حياتكم. ويسوع يلي هو نور العالم قال أنا نور العالم. يسوع إجا لحتى يضوي قلب الإنسان وضميره وفكره ويرجع يحرر الإنسان ويقوده على هالطريق، طريق الحرية. فإذا مع ثورة يسوع وأول رسالة يلي يسوع بشر فيها اللي هي الحب، إذ هو إله الحب، رح ننتقل للفكرة الرابعة. خليكم معنا مشاهدينا بعد البريك. فإذا مشاهدينا منرجع على الحب وإله الحب، الصليب. ليه الله اختار طريق الصليب، طريق الألام؟ ما كان في عنده طريق تاني يختاره ليفرجينا ابنه وليفرجينا مسيحيتنا ولنتعرف على كل شيء نحن لازم نتعرف عليه؟ اكيد ربنا عنده طرق كتيرة، ولكن لحتى يقلنا مين هو وشو هي طبيعته، لحتى يقلنا انه هو اله الحب، اله المحبة، ومحبة ربنا على حجم ربنا يعني ما لها حدود. لهالسبب هذا اراد انه ياخذ طبيعتنا، الطبيعة البشرية الإنسانية، ليقلنا قديش بيحبنا، قديش بيتضامن معنا بمسيرتنا نحن. لأنه أوقات كتير الإنسان بيصفي يعتبر أنه الله هو عدو لإله، الله عم بيسبب له المصايب وعم بيسبب له يمكن الألم والمرض وكل هالأشياء هيدي. بقى إجا يسوع لحتى يقلنا أنه هو حاضر معنا بمسيرة حياتنا كلها، وأنه الحب ما في الإنسان يحب بدون ما يتألم. وهيدي يعني صفة ربنا، أنه ربنا هو لا محدود القدرة، ولكن بالوقت ذاته أنه ربنا هو إله الحب. ولهالسبب الله أنه بيدخل بواقع الإنسان وبحياة الإنسان. وهون في حدث هيك معبر جدا صار بأحد المخيمات التعذيب. حكموا على 3 أشخاص بالإعدام شنئا. نعم. صبي عمره 16-17 سنة واثنين كبار بالعمر، علقوهم على المشانق وجمعوا كل المساجين حولهم، صاروا انه لحتى يخلون يخافوا انه من الاعدام وغيره. بقى هالرجلين الكبار بالعمر لانه جسمهم ثقيل بس علقوهم على المشنقه اوام ماتوا، بينما هالشاب الصغير هالولد صار هيك يروح ويجي على هالمشنقه، في واحد واقف وعم يتامل، قال له يا رب وينك؟ وينك انت قدام الم هالانسان والم هالناس؟ بيسمع هيك نوع من الصوت بقلبه بيقول له أنا هون معلق على 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 حبل المشنع. يعني بمعنى أنه ربنا صار هو عم يتعذب مع عذابنا ومع عذابنا ومع ألامنا، وهو دخل بعمق حياتنا لحتى يقلنا قديش بيحبنا. ولهالسبب يسوع بيقلنا ما من حب أعظم من حب من يبذل نفسه في سبيل أحبائه. هيدي حقيقة الله يلي جلت على الصليب من خلال هالمحبة الكبيرة، محبة الله يلي عطى ذاته للآخر لحتى يخلص الإنسان. فإذا أبونا مع هالقد إله كله حب وكله محبة وبيدعينا أنه نحب ويكون في عنا المحبة، فينا نقول أنه نفس الإله اللي عنا إياه كمسيحية موجود هو ذاته عند الإسلام، عند اليهود، عند غير أديان؟ فينا نقول إيه وفينا نقول لا. أوكي. يعني بمعنى أنه الله هو إله واحد. نعم. لكل الأديان ولكل البشرية ولكل الكون، ما في إلهين، إله واحد موجود بالسماء وهو يلي كون هالكون كله. من ناحية تاني فينا نقول إنه كل ديانة عندها وجه خاص لإلهها. نعم. وهون إذا نحن منطلع في آلهة على عدد البشر، يعني كل إنسان عنده إله على حجمه، على قياسه، على مقدرته إنه يفكر أو يقشع. نعم. بقى مشان هيك
هيدي المشكلة اللي موجودة عند الإنسان، مشكلة تصنيع الله، إنه أوقات كتير الإنسان بيصنع الله على صورته. يعني بدل ما الإنسان يرتقي ويرتفع حتى هو صورة يصير على صورة الله، عم بينزل الله، عم بينزل الله وعم يعمل الله على صورته. لهالسبب بنقشع الله أوقات كتير، يمكن بيدعو للقتل، بيدعو للزنا، بيدعو للعبودية، بيدعو للنهب، للسرقة، كل هالأشياء هيدي ساعة الإنسان عم بيصور الله على صورته، عم بيحط بالله مشاعره هو، عم بيحط شهواته ورغباته هو. فإذا هون منشوف نحن قديش صورة الله عم تتشوه. نعم. ومثل ما قلت بالأول إنه هالملحدين إنه عم ينكروا الله أو عم يكفروا بالله لأنه عم بيشوفوا صورته المشوهة مش الصورة الحقيقية. لهالسبب هون منشوف إنه الصورة الوحيدة يلي عكست الله الحقيقي هي صورة يسوع، صورة هالحب المطلق وهالرحمة المطلقة وهالصورة الانسجام ما بين يسوع وحياته وكلامه وأعماله، كلها كانت منسجمة بطريقة ما فيها أي تناقض. بينما إذا نحن منطلع بأديان أخرى منشوف إما إله هالديانة هيدي هو إله شعب خاص بينما كل الشعوب الباقي ما لها علاقة فيه، أو أنه يمكن صورة إله أوقات يمكن بيدعو للرحمة، أوقات بيدعو للظلم، أوقات بيدعو للحرب، أوقات بيدعو للسلم كمان، أو منشوف يمكن صورة إله بعيد موجود بالسماء ما له علاقة بالإنسان. بينما يسوع إجا لحتى يقلنا أنه الله الحقيقي هو الله حاضر بالإنسان وحاضر مع الإنسان، ويسوع حط حاله بقلب الإنسان ساعة اللي قال كل ما فعلتموه لأحد إخوتي هؤلاء الصغار فلي فعلتموه، بمعنى إنه الله صار بالإنسان. ولحتى نحن نوصل لله بدنا نعبر بالإنسان، ما بقى فينا نقول إنه أنا بعبد الله ولكن أنا دمر الإنسان، لا، الله العبور لإله صفى من خلال الإنسان. وهذا الشيء اللي منقشعه كمان نحن باختبار مار بولس على طريق الشام، ساعة اللي ظهر له يسوع الحي القائم من الموت قال له شاول شاول لماذا تضطهدني، بينما ما كان فيه يضطهده لأنه يسوع صار بالسماء، لأنه كان عم يضطهد المسيحيين، ولهالسبب حضور يسوع بقلب المسيحيين صار هو اضطهاد لإله. فإذا هون كمان نشوف أنه يعني بيّننا يسوع وجه الله، أول شيء وجه المحبة ساعة اللي أعطانا مثل السامري، يلي هالسامري يلي أشع إنسان متألم مجروح وتحنن عليه ورحمه وساعده وشفاه وطببه، وهيدي صورة يسوع يلي تحنن على البشرية وطببها وشفاه لجراحة. بيعطينا كمان هالصورة حول المرأة الخاطئة يلي جابوها لعند يسوع لحتى يرجموها بحسب شريعة موسى، وهون يسوع بيبين لنا قديش ربنا رحمي، قال من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر. يعني أنت قبل ما الدين غيرك تطلع بحالك قديش خطاياك كتيري وقديش أنت عايش بالخطية قبل ما الدين الآخرين. وكمان هون منقشع يسوع كمان على الصليب بهالمغفرة الشاملة لكل البشرية حتى الصالبين لإله، قال اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. وهون منقشع أنه هيدي ميزة يسوع يلي وصل بالمحبة حتى محبة الأعداء، قالنا أحبوا أعداءكم وأحسنوا إلى مبغضيكم. يعني ما بقى في إلكم عدو، ما بقى في عدو للإنسان المسيحي اللي عم بيعيش إيمانه، ما بقى عنده أي عدو آخر. العدو الوحيد هو الشر، هو الخطية يلي الإنسان بده يحاربها بذاته لحتى يحاربها بالعالم اللي حوله. نعم، هون إذا بدنا نحكي عن الإيمان، هون الإيمان الصحيح لما نحن عم نقدر نحب أعدائنا بطريقة صحيحة وبصدق، مش نحن عم نحبهم بس لأنه نحن عم نجرب نبين أنه نحن منحبهم، مشان هيك حتى أعدائنا يلي هن آذيننا ويلي هن عم بيضطهدونا أو عم بيعملوا لنا حيالة شيء يأذينا، نحن عنا واجب أنه نحبهم ونفهمهم. نعم. قبل ما أنه نحقد عليهم. نعم، مشان هيك منلاقي أنه في عنا مؤمن مزيف، يعني اللي هو هلأ أنت بتخبرنا عنه أكتر، ومؤمن حقيقي، وكمان في عنا الشخص المتعصب. بدنا نفوت هيك بعمق الدين ونشوف شو هو جوهر الدين. جوهر الدين هو محبة الله ومحبة الإنسان، يعني ساعة اللي الإنسان بيعمل خير لكل البشر هذا الدين الصحيح لأي ديان انتمى. الإنسان يلي بيعمل الصلاح والخير والحب والرحمة لأي ديان انتمى هذا صفى إلهه هو الإله الحقيقي الإله الحي.
بينما الإنسان حتى لو كان مسيحي وأعماله كانت سيئة ما عاد ربنا إلهه، صفى إلهه غير 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 شخص، لأنه انحرف عن 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 الاتجاه الصحيح وعن عن الخير الصحيح. وهون منقشع هالفرق ما بين الإنسان المؤمن وبين الإنسان المتعصب. الإنسان المؤمن هو الإنسان يلي بيصغي لصوت الرب ويلي بيطيع الرب وبيمشي بطريقه، بينما المتعصب هو يلي بيمشي ربنا على على طريقه هو، يعني بيفكر حاله انه هو عم بيطيع ربنا بس هو عم بيمشي ربنا على طريق الشر يلي هو ماشي فيها وعم عم يرتكب الشر باسم الرب، لانه عم بيكرهنا بربنا. نعم الإنسان المؤمن هو إنسان عم يعبد الله وعم بيصلي لله، بينما الإنسان المتعصب هو إنسان عم يعبد ذاته وعم يوهم ذاته أنه عم بيصلي لربنا، بس صلاته هي لصلاته لإله، عم بيصلي لحاله. كمان من ناحية ثالثة، الإنسان المؤمن هو الإنسان يلي بيسمع كلام ربنا وبيعمل فيه، بينما المتعصب هو اللي بيشوه كلام ربنا وبيشوه صورة ربنا. الإنسان المؤمن هو الإنسان يلي بيخاف الله، يلي بيكرم الله، يلي بيعمل الخير والرحمة على هالأرض، بينما الإنسان المتعصب هو الإنسان يلي بيهين ربنا بطرق مختلفة، يلي بيهدد الإنسان وبيحقر الإنسان. بقى من هون المؤمن هو نعمة للبشرية وللإنسان، بينما المتعصب هو نقمة على حاله وعلى على اللي حوله على البشرية وعلى كل الناس. فإذن من هون المثل يلي نحن فينا نقوله، قل لي من هو إلهك أقل لك من أنت، يعني مين هو الإله يلي أنت عم تعبده، هذا بده يظهر بعمالك. إذا كان إلهك إله المحبة بدك تعيش المحبة، إذا كان إلهك إله الشر، الشر أو الحقد أو الغضب أو كل أنواع الموت، معناتها أنه إلهك هذا الإله. فإذا من هون نحن أنه إيمان الإنسان بيبين بأعماله، مثل ما بيقول مر يعقوب أرني إيمانك من أعمالك، إذا كانت أعمالك صالحة معناتها إلهك صحيح وإيمانك صحيح، وإذا كانت أعمالك شريرة معناتها إلهك غلط وإيمانك غلط. فإذن هيدي الحقيقة يلي فعلا بدنا نحن نوصل لها ونوصل لمحل نميز ما بين كمان الإنسان المؤمن الحقيقي يلي فيه نوع من الوحدة ما بين كلامه وأعماله وحياته، ما بين الإنسان المزيف يلي بيصلي بمحل وبيعيش بمحل وبيتعاطى مع الناس بمحل آخر، يعني في نوع من الإزدواجية أو الأقنعة يلي الإنسان بيلبسها ويلي كمان بتشوه صورة الله فيه. بيكون مثلا عم بيصلي بنفس الوقت عم يتصرف بحقد وبكراهية تجاه الآخر، ممكن نلاقي ناس مؤمنين حاملين مصبحة من ميلة ومن ميلة تانية هن عم بيسبوا بالآخر. يعني هاي الإزدواجية، وهذا الشيء اللي يسوع سماه الرياء أو الخداع أو الكذب أو الفريسية إذا بدك. بقى منشان هيك ويسوع هذا الشيء الوحيد اللي هاجمه بالأشخاص يلي عم بيظهروا للناس بشكل إنه هني أبرار، ولكن داخليا هني متلانين من الشر ومن الفساد. هون نحن بحاجة كمان لثورة من نوع تاني كمان لنخليهم يرجعوا يصيروا بركة حقيقيا أكتر. هيدي الثورة الحقيقية هي ثورة على الذات، إنه الإنسان يقدر يصحح مسيرة حياته، يصحح أفكاره، يصحح يمكن اتجاهه تفعلا يكون ماشي بالخط الصحيح اللي بيوصل للسلام. نعم. طيب برأيك شو رغبة يسوع بهيدي السنة الجديدة؟ نحن هلأ عم ننتقل لسنة 2020، يعني نحن في عنا حياة عشناها مرقناها، فيها أكيد أشياء عشناها حلوة، فيها لحظات بشعة، فيها أخطاء، فيها كتير قصص متنوعة، بس يسوع شو بده منا؟ يعني شو الرسالة اللي هو بيقدمنا إياها والخطوات اللي بيقدمنا إياها لنحن نمشي صح؟ يسوع بيقول جئت لتكون لهم الحياة وتكون لهم أوفر، يعني يسوع نزل من هالسماء لحتى يجيب لنا الحياة، والحياة يلي يسوع بيعطينا إياها هي الحياة الروحية الداخلية. لسبب مع حياة يسوع حملنا النور، حملنا الفرح، حملنا السلام، حملنا المسامحة والمصالحة، يعني كل هالأشياء الخيرة يسوع حملها معه على هالأرض لحتى يزرع الأرض بالسلام. بقى مشان هيك هالسنة جديدة المطلوب فعلا أنه نحن هيك نسمع كلمة يسوع يلي بيقلنا كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي كامل هو. الله يلي بيفيد هيك خيره على الأبرار والأشرار
وشمسه على الفجار والأطار، يعني الله يلي ما بيفرق بين الناس، هذا اللي نحن بدنا نعيشه حتى نعيش السلام الحقيقي. يعني ما بدنا نميز بين الأشخاص، ولهالسبب يسوع بيقلنا اغلبوا الشر بالخير، يعني بدنا نحن ننتصر على كل الشرور بعمل الخير بعمل المحبة، تفعلا هيك انه نحقق وصية يسوع الوحيدة يلي أعطانا إياها، يلي بيقلنا أحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. هيدي المحبة ساعتها نحن منعيشها فعليا كمسيحيين، ساعتها منعكس صورة الله الحقيقية، وساعتها مثل ما بيقول غاندي بيقول أعطوني مسيحكم وخذوا مسيحيتكم، يعني انغرم بصورة يسوع المسيح، ولكن ساعت اللي شاف المسيحيين عم بيعيشوا بعكس إنجيلهم ساعتها كفر بالمسيحيين. بقى هذا الشيء اللي نحن مطلوب لقلنا أنه نحقق كلمة يسوع ورغبة يسوع اللي بيقلنا ليضئ نوركم أمام الناس ليروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. هذا النور السماوي، نور المحبة يلي بده يشع بحياتنا حتى الناس تمجد ربنا من خلال هالحياة يلي نحن عم نعيش. فإذا أبونا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، حلقتنا يلي كانت مليانة بالمعلومات ومليانة بالأفكار وبالطرق يلي عن جد لازم نتبعها لنعيش هيدا السلام. بتحب تقول كلمة أخيرة؟ الكلمة الأخيرة بهالحلقة يلي عنوانها إله السلام، أنه نعرف نحن هيك نرجع لإيماننا الحقيقي، نرجع ليسوع لأنه هو إله السلام وهو مصدر كل سلام بهالأرض. لهالسبب بقدر ما نحن منرجع لهالمرتكزات يلي حكينا عنها يلي هي المحبة، العدالة، الغفران، المسامحة، الاحترام، بقدر ما منرجع لها بقدر ذلك نحن منصفي قادرين نعيش السلام. نعم. ولهالسبب منصلي اليوم حتى فعلا ربنا هيك ينورنا لكل واحد منا يعرف يلاقي طريق السلام. أول شيء السلام مع ذاتنا، تاني شيء السلام مع ربنا، وتالت شيء السلام مع كل الأشخاص اللي حولنا، تفعلا نحن نكون رسل السلام بهالمرحلة الصعبة من 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 مسيرة حياتنا ومن مصير وطننا. بقى اليوم منرجع هيك من جد تكريس لبنان ليسوع ولمريم لحتى هني يكونوا غطاء السلام لهالأرض ولهالشعب. فإذا أبونا مع نهاية كلامك ومع نهاية هالحلقة الرائعة يلي مليانة معلومات، وإذا عن جد منتبع الطرق وكل شيء قلت لنا عنه، عن إله السلام، عن إله المحبة، عن إلهنا بشكل أو بآخر، عن جد نحن رح نحس بالسلام الداخلي، وبركة هيك منوصل للسلام العالمي. فسر تحقيق السلام بالحياة هو التسامح مع اضطراب السلام، مع هالأجواء يلي عن جد عم نعيشها يلي هي مليانة شر وحروب ومشاكل. بحب انهي بمقولة لمارتن لوثر كينغ بتقول: يجب علينا أن نتعلم كيف نعيش معا كإخوة أو نهلك معا كأغبياء. شو بدنا نقول أكتر من هيك؟ إن شاء الله عن جد منعيش السلام. مشاهدينا ينعاد عليكم، وإن شاء الله سنة 2020 بتكون مليانة بالخير والصحة والسلام. الله معكم.